نبدأ معك أستاذ عيسى، يعني ثلاث نقاط مهمة بعيدة كل البعد عن سيناريو اللقاء، ولكن بعد ست جولات بالنسبة للوحدة من عدم الفوز تعد يعني مهمة جدا، خاصة أمام قوة الفيصلي اليوم. صحيح، لأن الفيصلي في مباراة اليوم يكون أو لا يكون، هو لأول مرة منذ 5 أو 6 سنوات يدخل في دائرة الخطر، وتأكد في هذه المباراة وخسارته الثلاث نقاط في هذه المباراة أنه بالفعل داخل دائرة الخطر في الصراع من أجل البقاء، وهو الذي كان الحصان الأسود لمدة 5 إلى 6 سنوات ماضية. الوحدة مثل ما أشرتي نتائج متراجعة في الفترة في الآونة الأخيرة، يتقدم ومن ثم يتعادل أو يقدم في بداية المباراة ومن ثم يخسر بالتعادل أو بالهزيمة. حدث ذلك أمام القادسية، كان متقدم بهدفين ومن ثم عادله القادسية. في مباراة اليوم أعتقد أنه استفاد من الدرس نوعا ما، ولو أنه الفيصلي عاده في الوقت المناسب، ولكن في النهاية نقول أنه فوز مهم جدا إلى الوحدة، ولكن تأكيد. بالنسبة للفيصلي داخل طيب. دائرة الخطر. الفيصلي بعد الفوز الأخير في الجولة الماضية توقعنا ربما أنه سيكون أذكى في التعامل مع الفرق في الجولات المقبلة، بس اللي شفنا أنه كان في قوة، كان في السيطرة، لكن فرص لم تستغل بتاتا. هو اليوم شفنا شغلتين عانى من الفيصلي، أولا الاستحواذ إله، الفرص، عدد الفرص إله، صحيح. تسديدات إله، لكن غاب عنا اللي هو أولا سرعة حركة المدافعين اليوم كانوا حركتهم بطيئة جدا. الهدف الأول حركة واحدة من المهاجم ضرب كل خط الدفاع، والهدف الثاني الثالث لو تشوفينه أيضا لاعب يتقدم ويمرر ولا يجد أحد يضغط على المهاجم، والهدف الرابع نفس الشيء، حركة الدفاع اليوم كانت بطيئة وفي ثغرات واضحة، وأيضا عدم التركيز في الفرص أمام منطقة خط على عكس الوحدة. كابتن سامي، الفوز السابع لنادي الوحدة، وهذا الموسم نحن نلاحظ أو نتابع أن هناك كثرة السيناريوهات في الدوري، هل ممكن أن تكون هذه أيضا انطلاقة جديدة، هذا الفوز لنادي الوحدة اللي كان في المقدمة والآن أيضا يعود، يعني انتقل يعني من المركز على ما أذكر يمكن السابع، أو ما بغاش نقول شي حاجة غلط، انتقلت 3 مراكز. يلا غششني يا أستاذ عيسى. شوفي، هو الأمر متروك لهم. يعني مثل ما الفيصلي فاز على الباطن بعد 4 خسارات و4 تعادلات، قلنا هل ستكون نقطة انطلاقة؟ انتكس مرة أخرى. الوحدة الجيد، الوحدة عوض الذهاب هو خسر، هالمرة فاز، عوض خسارته أمام الأهلي. كل السيناريوهات مفتوحة مثل ما تفضلتي، لأنه هذا الموسم عجيب، المتصدر ممكن يخسر الصدارة، اللي في القاع ممكن يتقدم إلى الوسط، لأنه الفروقات ليست كبيرة، وأيضا كل شيء وارد، اللاعبين يتعرضون إلى إرهاق، لاعبين يتعرضون إلى حجر، أمور كثيرة واردة تضرب حسابات أي مدرب. الوحدة أصبح ثامن، أصبح ثامنا، مهم لقيتها، راح نشوف.